حلو ولا كده احسن؟ من غير مايك؟ مايك مايك؟ طيب وانا اسمي رامي. عايز بس قبل ما نتكلم كده يمكن ندردش مع بعض. تخيل معايا لو انت حصل بعد الشر مثلا حادثه، وبعد الشر اتكلت على الله، يعني بحاول ابسط الامور يعني، بس اتكلت على الله مش كده وبس، انت قدرت تشوف رد فعل الناس بعد وفاتك، يعني انت عشت وشفت موتك. تخيل معايا مش كده وبس، انت شفت رد فعل، يعني شفت رد فعل قرايبك، صحابك، اهلك، الناس اللي بيحبوك والناس اللي مش بيحبوك، والناس اللي هتشوف رد فعل بقى انت مش متوقع، في ناس زعلت، في ناس فرحت، انت مش متوقع حاجه. الحقيقه دي مش قصه خياليه خالص، هو الموضوع ده حصل. في حد قدر يشوف، قدر يعيش ويشوف خبر وفاته وردود فعل الناس. بالعكس هو ردود فعل كانت قاسية جدا عليه، ناس اتقال عنه ان هو تاجر الموت ميت، يعني هو مات وهو اصلا تاجر الموت. كانت ردود فعل قاسية قوي عليه، حد عارف ايه؟ ما انا سعيد جدا، انا سعيد كده قوي. لو حد كان عارف القصه دي. طيب هو فعلا هو اخذ النوبل سنه 1888، اتوفى لودفيك نوبل اخوه وهو في فرنسا، كان في زياره فرنسا يعني، بس صحبه فرنسيه طبعا في الطحينه، فكتبوا نعي بالغلط يعني ان ألفريد نوبل هو اللي قرر. وكتبوا النعي الجمله دي، تاجر الموت مات. هو طبعا شاف الاخبار دي وشاف ردود فعل الناس، اتضايق طبعا واحبط جدا. كلنا عارفين طبعا ان نوبل هو اللي اخترع الديناميت. فهل حد منكم شايف ان نوبل اخطر او غلط في اختراع زي اختراع الديناميت ده؟ لا. طيب الاولى ايه فايدته؟ عدد كبير. طيب اللي بيقول حبيبي انت هجيب. طيب عايز حد متوقع كده من الاول يقول لي ليه لا؟ Thank you.
الاي تي ريبل ايكو والفيزكس اللي احنا بنتعلم منه في المحاضرات بتاعتنا. اول قاعده فعلا موجوده في الكود هي ان المهندس يستحمل مسؤوليه التكسرات اللي قاعدتها بالسلامه والصحه ورخاء المجتمع ويحاول يقلل من العوامل اللي بتؤدي للبيئه او المجتمع خطر. هو اكيد كان عارف يعني هو طبعا اكيد مش موجود ساعتها بس هو اكيد كان عارف حاجه زي كده كونه عالم او مهندس كبير. هنتفرج على لقطه فيديو صغيره كده مع بعض.
ايه وحش.
الكحك طب لو ما كحيتش يعني ايه الجو Yeah.
الحزب بدأت أول حاجة إعلامي، شركة ناسا أعلنت إن المهندسين بصراحة مش واقفين إن المجهود ده هتطلع من هو جاب مرحلة إن هو يطلع على سطح الفضاء، معلش صح؟ حتى المهندسين اللي بيشتغلوا في شركة ناسا رفضوا، يعني ما قالوش وما قالوش للناس إن المجهود ده مستوعب إن الإلكترونات ما ينفعش أساسا يطلع الفضاء، هو هيعمل كده. قالوا واحدة معايير السلامة مش موجودة، كان واحدة اللي هتعمل معايير السلامة مش موجودة. إن شركة ناسا ما التزمتش بمعايير السلامة برغم تحذير المهندسين ليها من إن المجهود هيتفجر إن وصلنا للمطاط. وهم كانوا اختاروا المطاط عشان المطاط كان رخيص. كانوا ممكن يعملوا أي حاجة تاني، بس هم اختاروا المطاط ساعتها عشان كان رخيص. كان أول مرة المجهود يتعمل من المطاط، ومن ساعتها شركة ناسا مبقتش تعمل خالص المجهود من المطاط. شالنجر اتكلمنا فيه مرتين، مرة أنا اتكلمت فيه، مرة دكتور شريف عبد العظيم اتكلم فيه، فخلينا نعمل إيه؟ ماشي، كل بعثتي مثلا في السوبر في شالنجر، ومين كمان أكمل معاه بقية الفيسبوك؟ ازيكم شباب؟ أنا اسمي مينا اللي معرفني، هنتكلم معاكم في اتنين كيس اتحصلوا برضه ويخصوا موضوعنا النهاردة، موضوع السلامة والصحة العامة وكده. يمكن اللي بيحب العربية برضه هركز معانا شوية في الموضوع دوت. أول كيس حصلت معانا في السبعينات 1970 وأنت طالع، كان في شركة فورد بتنتج عربية موفرة البنزين وورق الحرق، عشان كده كانت شعبية يمكن، وانتجوا منها عربيات المقاييس حوالين العالم كله. شركة فورد وزعت من العربية ديت ملايين العربيات. الحقيقة الشركة لما انتجت العربية ديت ما كانش فيها مشكلة، أو بالنسبة لهم هم ما كانش فيها مشكلة، إلا إن العربية ديت لما نزلت السوق والناس استغلتها كان فيها مشكلة بسيطة، إن لما حد يضغطها من ورا بقوة مش كبيرة أوي أو نسبية مش كبيرة أوي، تانك البنزين كان ينفجر، ولأن تانك البنزين كان تبقى العربية اللي ورا، هم كانوا عايزين يوفروا مكان في العربية، حطوا تانك البنزين قريب قوي من جسم العربية من ورا، وما أمنوش على الموضوع دوت، ويمكن كمان ما عملوش اختبارات كافية لأن العربية ديت هيصلحها حاجة ولا لا. فلما كانت العربية خربت جامد شوية من ورا كانت تنفجر، وكل اللي فيها تقريبا كانوا بيموتوا أو معظم الحوادث كانت بتموت. فإحنا بنشوف مع بعض كانت شركة فورد بتعمل اختبار للعربية ديت، هو الفيديو قديم شوية بس الصورة باينة يعني. دي عربية من ورا كانوا بيعملوا بيها اختبار، يعني العربية اللي قدامها دي عربية اختبار، هنشوفها هتحصل ايه لما تخرب. اتفضل. أولا تانك البنزين ابتدى يتسرب، بنزين أو انفجر وابتدى يتسرب البنزين، وأي حكاية بنزين الخط دي أو سخونة كانت أدت لإيه؟ لانفجار العربية دي. حصل دوت مرة واتنين وابتدت الناس ترفع قضية على شركة فورد، لأنها ببساطة كده ما أمنتش العربية اللي هي بالتهاني، أو أنا اشتريت حاجة مالهاش أو مش مهتمة بسلامتي أو صحتي. في المحكمة بقى الناس اكتشفت حاجة مهمة أوي. هي الحاجة دي؟ إن فورد كانت عارفة بالخطأ ده، مش عارفة بسمعها لكن بعد ما العربية نزلت السوق. فورد كانت عارفة وخافت على الناس اللي قربت. مش بس خافت لأنهم مش عارفين، لا ده هم عاملين كمان إنهم يخافوا. في المحكمة اتضح انهم عملوا حاجة اسمها تحليل المنفعة والايه؟ والمكسب. عملوا التحليل دوت وحسبوا فيه حاجتين، التكلفة اللي هتعود عليهم لو ما سحبوش العربية ديت من السوق، لو ما سحبوش العربية ديت من السوق وحطوا التكلفة اللي هتعود عليهم لو سحبوا العربية ديت من السوق وحطوا فيها حتة كرسي او بارت يعني يقفل التانك دوت انه ما يتفجرش او حتى يغير التانك كله مش مهم. حسب اللوحه اللي هتطلع حوالي 137 مليون دولار. في المقابل لو ما سحبوش العربيه ديت من السوق وسابوا اللي يموت يموت واللي يتصاب يتصاب ويرفع عليه قضيه وياخدوا تعويض، كل واحد هيتصاب هيدفع له كذا وكل واحد هيموت هيدفع له كذا، هيكلفهم الموضوع ده 47 مليون دولار بس. طب انت هتختار ايه لو انت مكانه؟ بعيدا عن اي مثاليه او في فرق حوالي 90 مليون دولار، 90 مليون دولار فرق في الاختيار ده، اختاروا ايه؟
لا احنا مش بنتكلم على المبادئ دلوقتي، احنا فين دلوقتي؟ الشركه كانت عارفه ان العربيه مش متامنه كويس او حتى انها بتنفجر وتؤدي لموت الناس او صاحبها او الركاب فيها وغمرت بحياه الناس وما سحبتش العربيه من السوق. يمكن الجيش دي واضحه قوي في المبادئ اللي احنا قلناها ان هم اولا ما اهتموش انهم يجربوا العربيه دي كويس ذات المعايير السلامه، ما اعلنوش عن العربيه ديت ممكن تدور لصاحبها او لا. كم واحد معانا دلوقتي؟ صحيين ولا ايه؟ تمام حلو قوي. الكيس دي واضحه شويه بالنسبه لنا. المحكمه لما عرفت ان شركه فورد كانت متعمده انها عارفه ان الخطا دوت ما سحبتش عربيتها من السوق، فرضت عليها غرامات عاليه جدا لانها قدرت سعر اهل الانسان وحياته وحسن اهله عليه، قدرت دوت بسعر تكلفه بالدولار بس. بس فالكيس دي واضحه قوي ان الشركه فرقت بحياه الناس. طب ما في كيس ثانيه مش واضحه فيها قوي الموضوع تويوتا. وانا بسالش على الموضوع دوت، قريت معلومه كده ان تويوتا هي اكبر موازنه للسيارات في العالم، مش بس في امريكا لا في العالم. مش عارف الموضوع ده صح ولا غلط بصراحه، لكن اللي ايه هي الكيس بتاعتها بقى؟ حد سمع ان تويوتا بتسحب عربيتها بقى 2009 او 2010؟ سمعت عن الموضوع ده؟ طب ما تعرفش ليه؟ انا ما دورتش بس على سنه فاتت. طب ما تعرفش ليه يا كلب؟ هو تقريبا يعني قريب حصلت مشكله مع قريبي برضو بره بسبب التيشيرت ده سنه 2009 نفس الوقت، كان على كوبري والعربيه كانت عادي خايفه. الحمد لله بالظبط. هو حاجه مش الكوتيز بالظبط، لكن هي بيبقى البنزين او زي ما بيقولوا كده جواز البنزين. جواز البنزين كانت في العربيات الموديل 2009 و2010 بالذات كانت في زي ما بيقولوا كده ستاك، تدوس عليها ممكن ما ترجعش تاني او تدوس عليها دوسه بسيطه تروح هي رايحه للاخر. فده بيعمل ايه؟ بيعمل انتندد اكسلريشن، بيعمل اكسلريشن غير متعمده. انت مش عايز تسرع او ممكن تخبط في اللي قدامك او حتى لو ماشي على سرعه عاليه ممكن تخبط في اللي قدامك. اللي اكتشفوا الكيس ديت كان في حاله مخصوصه جدا في امريكا، كان في واحد ماشي على طريق سريع اكتشف ان العربيه بتاعته بتدي اكسلريشن هو مش عايزها، بس فتفكيره هلاقي ان هو يتكلم 911. 911 عندهم سريعه مش زي عندنا يعني، بيجوا بعد اكرام غلطه يعني بيجوا على الطريق او كان في عربيه شرطه قريبه منه. البوليس ده اتكلمه وقال له جرب تعمل كذا، جرب تعمل كذا، جرب ترفعها برجلك، ترفع الباب ده نفسه برجلك، جرب كل حاجه ما نفعش معظمها. فتفكير الشرطه ده اداء البوليس يعني اداء انه يقول له انه يعمل تسعه نيوترال، وفعلا لما عمل تسعه نيوترال وداس فرامل ابتدت تستجيب العربيه وخففت من سرعتها، وابتدى هو وقف قدامه عشان يتلقى باقي سرعته يعني وخبطه. من هنا المراكز الفدراليه ابتدت او الكونجرس كمان اهتم بشركه تويوتا وقدموا ليها استجوابات كتير في الكونجرس. الاستجوابات دي تتضح ان شركه تويوتا كمان كانت عارفه بالموضوع، لكن دوت مش زي حاله فورد مترو، دوت مش هياثر على سلامه الناس كتير، العربيه مش هتنفجر فعليا. ممكن واحد سواق شاطر زي البوليس دوت الشرطي بتاع البوليس دوت يتفادى الموضوع بانه يجيب 9 نيوترال ويجيب
شركه فورس فاتت عملت حمله تسويقيه للعربيات بتاعتها بقى وان فيور ايميشنز، بمعنى عشان تقل او عوائد اقل. نفذت دوت على الطريق ان هي حط القياس في العربيه يخلي الموتور بتاعها يعرف امتى الوقت اللي بتعمل فيه تست العربيه، بحيث ان هي يخلي الموتور يحدد يخلي الموتور لما ينزل يعني. الجهاز ده كان بيخلي العربيه يخلي الموتور بتاع العربيه يعرف انت ويشتغل صح. خلي حد الفكره ان الجهاز ده كان بيخلي الكره العربيه تقلل الكفاءه بتاعتها بحيث ان هي تقرر عوائد الاقل في الوقت بتاع التست بس، ولكن بمجرد ما كانت العربيه دي تنزل على الطريق كانت تشتغل الكفاءه بتاعتها كليه جدا وتطلع عوائد اكثر بكثير جدا من المعتاد. فكان الجهاز ده دوره ان هو يخلع العربيه يخلع الديسك بتاع العربيه بحيث انها تطلع عوادم اقل بكثير جدا، وهي دي الامان الطبيعي للصياعه العربيه. Thank you.
عصير هيتسكر. بيجي المقاول هو عارف انه هيغش والملك عارف انه هيغش، فيقول له تعالى احنا هنغش وهنديك فلوس مقابل ان انت تبقى تسمع الملك بتاع الارض ده والملك بتاع العماره دي، علشان لما يجي محضر عليه او اي حاجه هو كده كده هيسافر. فخلاص المحاضره دي المحاضر يعني تبقى باسمه وما يحصلوش حاجه. هو ده كان على فكره في اسكندريه في حوار المعمارات الفرق يعني من 40 ل 200 واحد. خالص كويس حد فاكره؟ في 2012 يعني بقى حد فاكره؟ هو الفكره في الحدث ده ان كان في اكثر من اسيوط راح القاهره، وكان في باص